أذكر الحاج أحمد بلافريج دون ذكر المؤسسة التي أغترف منها العلم والمعرفة والتربية الحسنة، وهي مؤسسة محمد جسوس. هذه المعلمة التربوية التي تخرج منها أهم رجالات هذا البلد، والتي كانت قلعة حصينة تقاوم الجهل والاستعمار، مما دفع بالمستعمر إلى إغلاقها مدة سنتين. ضداً على رغبة الرقيب الفرنسي، أصر أحمد بلافريج أن تفتح أبواب مدرسة محمد جسوس لتعليم أبناء المغاربة أبجديات الكتابة والقراءة، تعليم عصري يجمع بين الانفتاح والهوية. فكانت مدرسة جسوس منذ تأسيسها سنة 34-900 مدرسة للفكر الوطني، وبذلك استطاع بلافريج أن يساهم في وضع اللبنات الأولى لتعليم وطني. لما الوالد أسس المدرسة كان فعلا تحدي كبير أمام القوة الهائلة ديال الاستعمار اللي كانت كتعارض أي مبادرة اللي كتصب في ميدان تعليم المغاربة، لدرجة أن الفرنسيين ما بغاوش يعطيو الرخصة ديال الوالد باش يزاول التعليم. لحظة أخرى كانت الأقوى في مساره السياسي، لحظة جعلت منه القطب الرئيسي في صياغة المبادرة بتقديم عريضة المطالبة بالاستقلال، فكان الرد الفرنسي هذه المرة أكثر شراسة. تعرض للاعتقال، وفي بسبب اعتقاله قامت مظاهرات عارمة في مدينة الرباط للمطالبة بالإفراج عنه وعن رفيقه محمد اليزيدي، وهي المعروفة في تاريخنا الوطني بيوم الشهداء، لأن يوم 29 يناير كان يوما فاصلا في العراق بين الوطنيين والإدارة الاستعمارية، وانتهى الأمر بنفيه إلى كورسيكا. لم يهزم المنفى بلافريج، ففي كورسيكا كان الرجل على موعد مع الوطن بوسائل أخرى، تعزيز العلاقة مع اليسار الفرنسي، الدفاع عن عدالة القضية الوطنية. فكان ميلاد ابنه أنيس سنداً معنوياً في غربة المنفى. كنت تبغي التعددية وتيناقشها وتبغي تيحبد بزاف الحوار، ومن هنا جاء هذا الجانب ديال الدبلوماسية اللي لازم الواحد يشوف كذلك من أحد الجوانب الكبرى ديال النضال ديالو ديال النشاط ديالو، هو من بعد أولا قبل الاستقلال ولا من بعد الاستقلال العمل الدبلوماسي اللي قام به. بجواز سفر باكستاني سجل بلافريج حضوره في أروقة الأمم المتحدة مرافعاً عن استقلال الوطن في جلسة مخصصة لمناقشة خلع السلطان محمد بن يوسف. نراه في 53 بعد نفي محمد الخامس عضواً في الوفد الباكستاني في الأمم المتحدة، حيث أصبح في إمكانه أن يشارك في أعمال مجلس الأمن، تلك الجلسة الخاصة بنفي محمد الخامس، وأخذ يشرف على العمل الوطني من ما بين نيويورك وجنيف، لأن باريس كانت محرمة عليه في تلك الفترة، ومن جنيف كان كأمين عام لحزب استقلال يسير المفاوضات التي كانت تجري ما بين وفد الحزب في باريس والسلطات الفرنسية، الرامية إلى التعجيل بإيجاد حل لمشكلة العرش. من دبلوماسي لحركة تحرر تطالب باستقلال المغرب، تحول المرحوم أحمد بلافريج برصيد علاقاته إلى واحد من مؤسسي دبلوماسية الدولة الوطنية.
كان بلافريج هو أول وزير خارجية للمغرب، حيث تأسست الوزارة على يده وطبعها بطبعه. نزوعه كرجل عصري تشرب من الثقافة النهضوية دفعه إلى الاهتمام بحيوية تعليم المرأة لتحرير النصف الآخر من المجتمع، وكان هذا خطابه أيضاً داخل العائلة الصغيرة. من بعد حب الوطن اللي كان هو أساس ديال حياته، التعليم، التعليم والدراسة، كان دائماً تقولنا درسوا 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 قراوا وحارس كل نهار كل ساعة على القراية ديالنا، وتيقولنا انتوما بنات خصكم تقراو، ما خصكم تعتمدوا على حتى واحد، ما تعتمدوش على الزواج وما تعتمدوش على والديكم، خصكم تقراو ويكونوا عندكم الشواهد وتخدموا على راسكم. هذه مني حليت عيني وانا كنسمع هاد الجملة. المشروع الوطني ديالنا عنده جذور ديال الامجاد، جذور ديال تاريخية مجيدة، ومن جهة اخرى هذا المشروع الوطني خصنا نطوروه. هاد الاجيال يعني ديال الشباب اللي ما عرفوش الاستعمار وما عرفوش الاستقلال، ما عارفين شنو لا استقلال ولا الاستعمار ولا حتى حاجه، لازم هاد الامجاد يعني تكون راسخين فيها ويكونوا عندهم نظره مستقبليه ديال التطور وديال التقدم لهذا الوطن. Bien, donc tous les lundis, nous chantons l'hymne national. L'hymne national. Donc c'est un chant patriotique. Qui est-ce qui a écrit ce chant? Mohamed Ali. En 1970.